بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مبروك حق نادي الساحل، هار لك نادي خيطان. دشينا المباراه حاولنا ناخذ 3 نقاط بتركيز عالي، عمل جبار من الكابتن ابو احمد مدرب الفريق طول 3 شهور، ساعدوا الاداره في التعزيزات الجديده، فيصل عجب، حسن حسون، فهد مرزوق العتيبي، كلهم ان شاء الله راح يكون حاضرين للمباراه الجايه. والساحل تغير طريقه لعبه شوي عن الموسم اللي طاف، هجومي هالسنه ان شاء الله، ونعتمد على الاهداف العاليه ان شاء الله. الساحل حاليا يضم مجموعه مميزه من اللاعبين المحليين بالاضافه للمحترفين لاخرهم العماني قطر. نعم. شايف ان الساحل السنه دي ممكن يروح لبعيد وينافس حتى على الاقل المربع الذهبي؟ والله الهدف السنه هذه ان شاء الله المنافسه على المراكز اللي قدام ان شاء الله، والسنه الجايه ان شاء الله نقدر ننافس على اللقب ان شاء الله. الساحل قدم مستوى لا باس به في كاس ولي العهد. قدمنا مستوى طيب، برينا نادي اليرموك وخسرنا من نادي الكويت. نادي الكويت نادي يعرف البطولات الكاس، قدر يتغلب علينا بالشوط الثاني. مبروك حق نادي الساحل وهارد لك حق نادي خيطان في كاسم الامير. هم راح نباري نادي الكويت، وصلوا للمنافسه. نباري نادي الكويت بتركيز عالي، ان شاء الله نقدر نتغلب عليه وان شاء الله نوصل حبيبي.